مهرجان دار الثقافي يضيء على القمر في أمسية ساقت المئات بل الألوف من الناس إلى قصر الثقافة والفنون لعيش السهرة الغنائية الخاصة بمغني الراب الفرنسي من أصل كونغولي جان ديزيري ديمتري المعروف بنازا، حيث لا فسحة في المجالس. فهنا احتشدت جموع أبناء التسعين الغالبة على غيرها، فهي تعرف نازا جيدا وشهرته وحتى غناه، فمن لا يعرفك لا يعزك. الموسيقى من عادتها تجذب الجميع، وكما المعتاد شدد أبواق وقتارات نازا بعض كبار المسؤولين وفلذات أكبادهم التي ولربما ألحت عليهم للمجيء ومشاركة اللحظات. فالمسؤول أولا وآخرا والدا وواليا مسؤولا عن سعادة أبنائه. وفي هذه اللحظات بالذات ومن بين الألوف ستجد بكل الطبع وزير الشؤون الثقافية والتراث التاريخي والسياحة أبكر روزي تجيل ليشرف على سيناريو إخراجه الجيد لداري. وبينما تدور عقارب الساعة يرتقب البعض ويتمتع الآخر حتى آن أوان خروج ضيف السهرة على الملأ. وهكذا شيئا فشيئا استرسل نازا الحشود الضخمة بموسيقاه التي دغدغت مشاعر وعواطف الجماهير ليسافر بكل من حضر إلى درجات الصخب، وهذا يعني أن تتغنى الألوف. سحر الموسيقى لا يضاهيه أي فن من الفنون، ذلك ما تفسره لنا هذه الحشود. فالتعايش السلمي والاختلاف والسلام والتفاهم والمواطنة وغيرها من المعاني السامية كلها كانت حاضرة في هذا العرس الثقافي الذي يحييه الجميع تحت ألوان راية العلم الوطني المرفرفة فوق رؤوس الجميع وكأنها تميمة تدفع عنا العين والبلاء. إذن الثقافة مفتاح للمحن لا جدال في الأمر. انتهت ليلة من ليالي مهرجان دري وستعقبها أخرى بلا شك حتى 21 يناير.